أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا سلم المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، هل يستقبل القبر؟ وهل يرفع يديه عند السلام أي يشير بهما؟ نعم، يستقبل القبر، لأن هذه عادة المسلمة، ما تسلم على أحد وأنت وراء تاركه وراء ظهرك، هذا من سوء الأدب والجفاء. أنت تستقبل القبور عند السلام عليها، قبر الرسول وصاحبيه وسائر القبور، قبور المسلمين، تستقبلها، لأن هذا عادة السلام. أما رفع اليدين فلا، لا ترفع اليدين.